ما كان طبعا الطبق فالكرم كان حسوه من طريقة ديال تحضيره، طريقة ديال تقديمه، الحب أيضا اللي كان قدموا به أطباقنا سيداتي وسادتي داخل البيوت المغربية. تحية لكل أمهات اللي دابا واقفين كيوجدوا الغداء للمالين الدار، اللي سهرين على راحة الوليدات إلى آخره، والأمهات خصوصا اللي فاقوا مع الصباح بكري باش يوجدوا الأكلة للدراري المدرسة. معنا سيدة لطيفة مدينة الدار البيضاء، معها غادي نكتشفوا شنو هو طبق اليوم. لالا لطيفة أهلا وسهلا بك، صباح الخير. على وقتك كديري؟ الحمد لله. صباح الخير عليكم. يا صباح النور، كديرا كازا؟ الحمد لله. كاين شي حرارة؟ كاين شي شتيوة؟ لا شوية، لا كاين الشميسة شوية الحمد لله. ياك يلا تحية لكل المستمعين. الله يبارك فيك. لا وشكرا الحقيقة على قبول دعوة البرنامج ديالنا. شكرا. تفضلي شنو غتقترحي لنا اليوم لالا لطيفة؟ انا نعطيك واحد الطويلين ديال السردي ولا الزبيب المحمر اللي بغيتي دابا نختاروا. غادي تكوني معنا في الفقره ديال الحادقات اللقاء المفتوح. دابا عطينا اللي بغيتي ومن بعد غنكملوا المطب، احنا غناكلوا شوفي دجاج والحوت كلشي هاد النهار ان شاء الله. مرحبا. عطيني واحد الكيلو ديال السردين. اذا هذا هذا واش طاجين؟ طاجين السردين. طاجين زبيب والبصله. حلو، الزبيب والبصله. يعني ما نديروش في الطحانه الكهربائيه؟ لا لا لا، بحال كيولي بصح كيتني بزاف. الطحانه ديال ناطيس هذيك الهربه اي معروفه ديال هذا. ولا من الاحسن كتبردو بالدراسه كيجي زوج. مزيان صافي. كناخدو عندنا العطريه، عندنا البزار، قرقون، كنجبير، عندنا القرفه، عندنا عطه ديال القرفه. كنديرو الشغيط حمرا وكامل. عندنا الزيت والربيع نحط البصله لان هادي غتجي مع السله، بصح حنا كنعرفوا الحاجه البصله مع السله ولا شي حاجه مع السله، ما كنديروش فيها الكمون، ما نديروش فيها التحميره. مزيان. هادي اللي كنديروا في اللحم محمر ياك؟ هذيك النويره اللي ديال بحال البزار. اييه النويره. اييه هذيك اللي كندير الكسكسات قليها ولا شي حاجه ديال السردي كديرها كتعطيها واحد كتعطيني السمع. اييه صافي. كنا ناخذ الطاجين كنقطعو فيه البصله دواور. اييه ندير شويه الزيت الزبديه الروميه اللي عنده الزبديه الجبال اللي ما عندوش تفرق عليه الروميه. اييه اللي حنا كنمشيو مع الموجود. داكشي اللي كاين. هذيك درنا واحد الحيط اللي كنا درنا جوج. جوج درنا. اييه الطاجين غنديرو وحيده. هكاك صافي. كديري اللي عنده زعفران الحر يدير الشويه اللي عنده كيدير لي السلامه ديال الزعفران. ايه كنغطيو هذاك الطاجين، كنديرو هذاك الكاس تاع الزبيب كنغطيو هذاك الطاجين حتى يتعلق شوية ويتصحب. عاد كنفتحو هذاك السردين. الكورة ديال السردين كنفتحوهم. نعم. ملي كيتعقد شوية كنزيدو ديك ملي كيتعلق كنزيدو ديك المعلقة ديال السنيدة. صافي كنفتحو هذاك السردين كنغطيو الطاجين. كتخلي فيه الصحة شوية.
خدمها هذا الغالب حنا كنديروا هاد السردين طاجين المطيشه كنديروه بالمطيشه كاين اللي كيديروه كاين اللي كيديروا غير بالبصله بوحديها ولكن ماشي حلوه. دابا هذا مذاق اخر لان في الغالب الحوت اللي تنعسلوه يمكن تنديروه طاجين معسل هو الفرخ السنور الغالب الفرخ انا كنديرو حتى الفران كنديرو الفران كنديرو الفران كنديرو اذا انا ملي كنعرف الفرخ كنديروه بزاف مع السل السردين في الحقيقه ما عمرني انا وصلت غير غير كدير سنجلي كديري فوق ديك فقط ومع داك الموسمات الاخرى القرفاز هذا غادي تعطي نكهه زوينه كديري عويد ديال القرفاز هذه كديري معايا كصغيره ملي كديري واحد العويد ديال القرفاز ما يجيش داك اللون أيه لأن القرفة كتغير لنا اللون بالتالي نديرو غير القياس ونكتفيو بداك العويد غير تلقى الماضي وما يأثرش لنا على اللون ديالنا ديال الطويجي. كت اللحم محمر كندير أنا عواد القرفة كندير معايا القرفة كندير أحسن مع العطرية في الوقت كيجي محمر زوين. الله يعطيك الصحة لالا لطيفة شكرا جزيلا بصحتكم سيداتي وسادتي. ها الطاجين والطواجن الأخرى أي حاجة حتى كما كنقولوا حتى جلسة زوينة على غير الكويس ذاتي راح تبان 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 راح تبان